المحكمة اللي غادي دير في هذا البريزوني واحد داكشي ديال السي المحل. السي مساوي بن بطوش رجع للجزائر استقبلوا الرئيس في المصحة هاد الجزائر ان تتبنى القضيه ديال الصحراء كانها قضيتها الوطنيه تحليلها. ما جرى على مستوى بن بطوش حكايه بن بطوش وجبهه البوليزاريو وارتباطها بالنظام العسكري بالواجهه العسكريه بالخصوص تثبت الان عبر العالم، يعني جميع وسائل الاعلام الدولي وحتى الداخلي الجميع يعرف الان أن البوليزاريو هي صنيعة النظام العسكري الجزائري وأنها تكلفت بكل شيء من تزوير هوية هذا الرجل، من الإنفاق عليه في المشفى، من نقله بطائرة رئاسية جزائرية. الآن لا أحد يمكن أن يقول بأن الجزائر لا علاقة لها بجبهة البوليزاريو. هذه مسألة أساسية. الصورة أيضا التي ظهرت البارحة بعد زيارة عبد المجيد والعسكريين فقط الرئيس الجزائري المعين والجنرالات، بمعنى لأن من هنا يتبين أن الإطار داخل الواجهة النظام الجزائري الذي يحتضن جبهة البوليزاريو هما الجنرالات. والآن هناك بعض المعطيات التي تقول بأن 3 جنرالات هم الذين أشرفوا على نقل بن بطوش إلى إسبانيا وهم الذين فاوضوا الإسبان بخصوص هذه العملية، منهم جنرال شنقريحة مقري والمجاهد. ما جرى أيضا هذه الأيام يثبت كذلك، يتساءل الشعب الجزائري أين الأموال التي يعني تنفق على صنيعة لها لا وجود لها لا إقليميا ولا دوليا ولا على المستوى المؤسسات الدولية باستثناء الاتحاد الإفريقي بين قوسين. ثم أن ما جرى كذلك والاستجواب الذي أعطاه الرئيس الجزائري المعين إلى جريدة لوبوان الفرنسية يثبت ضحالة هذا الرجل من حيث تفكير حتى ما يعني الصور التي ظهرت مع بن بطوش. الاستجواب الذي أعطاه هذا الرئيس إلى الجريدة الفرنسية هو الذي يجعلنا الآن نفهم لماذا الشعب الجزائري يطور كل ثلاثاء وكل أربعاء منذ 3 سنوات للمطالبة بالاستقلال. نفهم الآن أنه ليست هناك دولة، هناك ناس يلبسون لباس عسكري، رجل يقول أنه رئيس ولكن ليس له عمق سياسي، ليس له عمق استراتيجي، ليس له آداب سياسية والحوار. هو كأنه خرج من بار وأنه يتحدث كرجل فقد عقله وبشكل يعني بسيط وهجين كأنه طور هائج لا يعرف ما يقول. المسألة الثالثة وهو أنه ما جرى في إسبانيا الآن بدأ يترك أثرا على مستوى النقاش السياسي في المشهد السياسي الداخلي الإسباني. الحزب الشعبي طالب البارحة باستقالة حكومة بيدرو سانشيز لأنها من جهة أساءت إدارة هذا الملف، وثانيا أنها أساءت إلى الشعب الإسباني لأنه أدمجته في صراع لا طائلة له ولا ربح له، ثم أنها أساءت إلى العلاقات الاستراتيجية بين المغرب وإسبانيا. فبالتالي يظهر على أن منذ 20 دوجانبير منذ اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية المغربية للصحراء والمقاربة الجديدة التي تركها المغرب التي تبناها المغرب، نحن الآن أمام خريطة جيوسياسية جديدة فيها الحديث بالمصالح وفيها أن المغرب يضع النقط على الحروف مع الجميع فيما يخص وحدته الوطنية والترابية. بالنسبة للملف الذي أثير حوله الحديث بالنسبة للقاصرين والهجرة، أعتقد لأن قرار جلالة الملك بالتفعيل إعادة هؤلاء القاصرين هذا رد سياسي ويبين أن هناك دولة وهناك قرارات وأن هناك أيضا شبكات إجرامية توظف هؤلاء القاصرين وهناك شبكات الهجرة. الآن في المغرب أكثر من 1000 قاصر من دول جنوب إفريقيا والمغرب لم يوظف أبدا هذه الورقة. الذي جرى هو أن الإسبان عندما تورطوا في عملية بن بطوش، عندما تبين لأن العالم أدنى هذه العملية وفضحوا بشكل واسع، استعملوا مسألة الهجرة والقاصرين ولعبوا على هذا الحس
الإنساني بالنسبة للأطفال ويحاولون استغلاله داخل الاتحاد الأوروبي وداخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالخصوص.